Hi guys, كدايرين لاباس عليكم. جيتكم فيديو جديدة. In today's video it will be spend my day with me. Just woke up as you can see على داكشي الحالة اللي دايرة بحال هكا. أول حاجة غادي نديرها باش نكفطر غادي نحضر واحد لو كور دايرينو أونلاين. هاد لو كور هذا ماشي ديال البروف ديالنا, وحدة من ليزيتيديون ديال لافاك ديالنا اللي كبار علينا. بحال دايرين لنا اون سيونس كيعاودو لنا داكشي اللي فهمتي, كيعاودو يشرحو لك داكشي اللي داج قريتي. وقت مع الطلا دابا 11:30 والحصة بدات مع 11, دونك I'll try ندخل ونحاول نقرا شي شوية. And yes. نهضر معاكم شي شويه. صراحه اليوم انا فقت دابا الفيقه مع العشره, ماشي الدرجه ديال الفيقه, كندير لها مع العشره باش نفيق. وزعما كانت عندي الكامل ديال الفيقان, كي قلت اوكي غادي نزيد نعس واحد الساعه, حيت اصلا البارح فقت بكري. البارح اي هاد تو جو لافاك حيت كان عندنا واحد السيت ان مهم ادوسا. قلت اليوم اوت تويش ماي سيلف غادي نزيد نعس اكثر. زدت نعس اكثر حتى لقيت راسي فقت 11 و20 دقيقه, دونك ذاتس واي اي زعما فقت معطله. وبالنسبة لهاد الميتين اللي كنديرو معنا عاد دابا وكانو كيشرحو لنا هادشي, هذا غير عبارة على أن الشجون اللي كبر علينا, بما أنه كاين عندنا دايرين حنا أن بويكوت دوك اللعيبات. دونك حنايا أصلا كنديرو ولا في دارنا كنبريباريو لي زيكزام دوك معرفناهمش وقتاش. دونك دي فولونتيرز أنهم يديرو لنا دي سيونس بحال هكا كيشرحو لنا فيهم داكشي على حساب هما كيف قراو شحال هادي. صراحة كنا دايرين كول دابا دابا شي 12:30, انا ما كملتش التفراج كامل حيتاش اي واز لايك عندي الكام انني نحفظ, قلت نحفظ شي حاجه اخرى تما كيخليو لنا داكشي مسجل. دونك اي واز لايك نتفرج على شي وقيته تكون عندي الكام ليها. ودابا غادي نقراو وغادي نقراو بيوشيمي. السعاده انا واصله لهاد العدد ديال لي باج هادو, وصل 120 باج, وانا بغيت نقرا حتى انا نوريكم. هاريك محتاج بغيت نقرا باش نحطو الامور شنو كيقولوا ليها نقطع الحروف. يس حد هنا 218 219. هذا في جالي أن ننسى لي لونزيمولوجي. طبعا غادي نستند على بالغزومي ديالي, دا أحسن انفستيسمون دالوقت اللي درت في حياتي هما لي غزومي. الله أشرح ليكم دابا المشكلة في البليكوغ في الميديسين في نظري. أنا مثلا كتشد أناتومي, بعد ديال لي زانفورماسيون مثلا اللي كاين مثلا كتلقى بوليكوغ فيه 200 صرف ديال لي باج, وكيد ديك 200 صرف ديال لي باج راه غير تصاور و فهمتي دي شيما و داك اللعيبات. باش يكون داك الغوزومي كنت حاط فيها الكتابة, داكشي اللي خصك تحفظو, داكشي كي صغار في يديك فهمتيني. مثلا كتلقى البوليكو في 200 صرف ديال لي باج, ولكن الغوزومي ديالو فيه 6 ديال لي باج ماشي 6, لا 6 قليلة. اوكي فيه 6 ديال الوراق, عليك بحال كتلخص عليك الحياة. وانتما يبان ليكم اوك او نو راه كتنقسم المعلومات اللي كتحفظي, كيفاش اختصرت 200 باج في 600 الوراق. نو جايز راه هادوك 6 الوراق فيهم لي ميم انفورماسيون اللي كاينين ديك 200 صرف ديال لي باج. دونك سي سون دي ديابو, يعني يكون فيهم دي زيماج, يعني كيكون فيهم هادي يكون فيهم هادي. مرات كيكون لي زانفورماسيون حنا محتاجوش نعرفوهم تي كامل, كيتخاط اون كونسيديراسيون في غاجومي. حيت كيف غاجومي انا ماشي كنقص عليا الحفاظة, ولكن كنجمع ديك الحفاظة في بلاصة وحدة باش يبان ليا تبان ليا لا فيزون. اوكي دابا ساليت من القرايه شي شويه. اي وان بغيت ناكل شي حاجه, سو غوين تو ايت حيت ما كليتش اليوم. غادي ناكل الرغيفه شكتير انا كنهنى الرغيفه في اللحظه. حق انا ما بقى صندوق سوايع, ما خصش ندعس اكثر من فوق 6 سوايع. الا كنت بغيت تسوت بالسوايع دير سامثينغ رونغ بصح يا مثلا فيك يور سو رونغ يعني شكون سالا اذا مصايب قهوه. كطلع ليا فراسي القرايه ليترالي. انا جربت الحلاوه ديال اللي بقى جالسه
عجبتني شي هذاك شي ما خصناش ندسروا راسنا نمشيو نرتاحوا ملي نكونوا كنقراو حيت كيبقى لك بحال هكا ما تبقاش باغي تقرا مابقاش باغي تزيد تقرا صادي شويه ماشي شويه راه قريت قبيله دابا اول دوست نخدم دي كيو سي ام داك الشيء اللي قريت في الصباح دابا نقول لكم انا كيفاش بيرسونلي كنقرا زعما هادي لا ميثود ديالي ام جيفين يو سو ماتش سبويلرز اللي هما كنعطيكم التي ديال التي ديال حياتي ديال لي زانفورماسيون فهمتوني راه بحال دابا مثلا اللي بغات تاخد بحال البيوشيمي والشيمي داك الشيء شويه تو ماتش فور يور هيد فهمتيني وما عندو حتى شي هدف طبي دابا جيت تفكر فيها سؤال غير لاخر كيفاش تخليك راسك دونك وات اي دو انا هي كنقرا بارتي باغ بارتي مثلا كنقسم الدرس على حساب ماي مود يعني بحال مثلا البيوشيمي راح نقسم ستكتورال كنقرا ستكتورال بوحدو والمادي كنقراه بوحدو استركتورال كنقراها كامل في نهار واحد اما الميتابوليزم كنبقى نقسم فيه لانزيمولوجي وداك النهار قريت استركتورال ودابا انا ام بلان ام كيفاش من بعد مي كان مثلا كل ما كنقرا شي بارتي شنو كندير موراها نيشان ان اثرت النص داكشي ما دخلش لراسي حيت فريمون صعيب انه يدخل لك راسك اي نو خصو يدخل لراسي ولكن صعيب وكيحسن دخل لراسك دونك واش ايتو انني كنمشي للدرايف ديال البرومو اللي فاتو كذلك كندخل البيرش المحشي اللي بغيت اليوم كنمشي كنلقى كنلقى دي سام كنلقى شي بلاصه فيها كيو سام مكتوبه كنلقى واحد البي دي اف كنلقى دائما دي بي دي اف اللي فيهم كاع داكشي ما كاع لي كيسيون اللي كيتحطوا بزاف في اللعبات كنلقى كاع داكشي اللي بغيت فهمتوني كنمشي كنقلب على لابارتي اللي قريت انا اليوم وكنخدم تمارين من تما كوت هابنز دابا انني ما لقيتش داكشي اللي بغيت اوكي قد ديال دوك الدروس اللي ما بغيتش انا كيما لقيتش الدروس اللي بغيت دونك اش كنديروا اش كنديروا اش كنديروا كنمشيو شي بروم واحد اخر نقلب عندي انا ولا ما لقيتش داكشي اللي باش ندير المهم ما لقيتش بولي كوفي كاع داكشي اللي بغيت دونك الخطه الثانيه ورا هاد القضيه اللي كاينه في كاع الدروس الا هاد البيوشيمي ستركتورال اللي ما لقيتش فيها صراحه وبيوشيمي ستركتورال ديال لي بروتيين وديال لي اسيد امينيه اللي ما لقيتش فيها غادي نمشي نرجع للدرايف ولكن غادي ناخذ غادي نشوف الامتحانات غادي ناخذ امتحانات وغادا نخدم غير على بارتي اللي قريت اخر مره شفت كنت كنقرا بات تو بي ترو صراحه ما كملتش القرايه المهم خدمت شويه شي تمارين شي اسئله ما كملتش 20 سؤال دان مشيت بقيت كنتفرج واحد الكدراما يلا بديت سميتها سيلبريتي عارفه كدراما قديمه ما عرفتش من عام دي عامين باش خرجت وبقى عقله عليها باش خرجت ما كنتش تفرج فيها ولكن دابا حيت انا اخر كدراما تفرجت العام اللي فات كان ديك الكدراما ديال كينغ هوتيل ما عرفتش بحال هكا دان ما بقيتش كنتفرج كاع البارح بديت هاد الكيدراما هادي سوا بزهق كنت كنتفرج فيها اند ذن دابا نمشي نتغدى عرفتو دابا اليوم غطيح حتى دوك اللعبات يو نو وات ات از اليوم الجو ديالاش البصر البيصر هنا راه جاي عندي من الشمال دونك وي ايت البصره بزاف دونك وي غوين تو هاف بيصر اند سام فيش اي ثينك يكون في عائلتك الناس كيعجبهم كيدراما كيدراما في التلفازة انا فيش او ماي جاد اي فار ماي ويلي سوري اتس بات تايم فور ماي نايت ووك ناري كما بحش شبح عز الدوجة فوق مني ماي نايت ووك ديما كنخرج في 9 ساعات ناويت خصكم تفوني مزيان دائما كنخرج في 9 ساعات هادي كنمشي نتمشى ما حسيتش كنت عاد الملل في الدار دونك اي اولويز نيد ان نخرج ونفوج على راساتي جوين تو وير ذس اوفر ماي بيجاما حسيت ما في ما يحيد حوايجي كاين برد اخوتي كاين برد البرد او ماي جاد داك النهار خرجت وما حسبش لك حتى كطيح في خلاتها كطيح صباتي عليا وتقدر تكون كطيح وما عرفتش علاش كنت في جاكيت اول وير في جاكيت غنلبس ديس جاكيت شوف كفاتي لي بطريقة استراتيجيكة البرد وغنلبس شي طربوش لا اول جو اون ديز ووكس مع ماما اللي بحال هكا كيعجبنا نتشالاو واحد المرة قالت لي مالك هادشي كنصبح ماشي الليل باش تحطو اون كونسلاس قالت لي مالك اوكي جا الملل غنخرجو نتمشاو انا وياك قلت لها اوكي نعد بالي غنمشيو بحال هكا عرفتي فين داتني طلعتني البحر كامل طلعتني البحر كامل وصلنا للسوق وصلنا للخضرة وكلشي درناه كلشي درناه بدات بغا نخرجو غير هنا بات ات واز ا جود خرجه الصراحه بحال راجلي هسه جات خرج الدار ديال اي ريمبر ان ما عطيتش الماكله للقطط دونك اي هاد تو جو داون اجين وين دغمر انا حيت كنخرج كل ليله كنهبط معايا الماكله للقطط كنعطيها لهم ولكن ديما اي فورغوت دونك غنهبط عليهم دابا بص عمرهم كتكون في الاضاءه مزيانه ياك ولكن اي تراي تو فيلم هير ودائما كنستخدم الدور ديال تليفوني
وداك التليفون لعبت لكم على داك النهار غرقت لي عليه القهوه باتاتي بطاطا راه خسر كتب لي وخسر هو صراحه خسر خسر ليا قبل نهار ما نحط داك الفيديو اللي عاودت لكم فيه القصه دونك ياس كان كتب لي خسر دونك ناو وي ار جوينغ تو ميك دينر ماي فيري فيري هيلثي دينر او ثاني يو نو ات شي واحد كيقطع شحال هو جالس لي انا دابا حيت انه الاضاءه خايبه يقدر يجيني اليوم كوبي رايت بسبب ديك التلفازه اللي مطلوقه دابا طافي واحد البرنامج عليكم شحال المره جاني كوبي رايت فور نو ريزون عاود لكم اول فيديو جاني فيه كوبي رايت كان واحد الفيديو كنا صورنا انا واختي كان رياكشن على واحد الفيديو ديال ازي ديال شنو الفيديو كان اصلا جي واي بي كوبي رايت ثاني او بيرسون ثاني شخص دار لي كوبي رايت فيفا كان في كاس العالم وكنت صورت واحد اللقطه صغيره جدا ديال واحد اللقطه في الماتش ديال المغرب ودي كوبي رايت مي اصلا مسحت ديك اللقطه من الفيديو اصلا وقال ما بقاتش فيه عندي شي فيديوهات فيهم كوبي رايت شي فيديوهات استخدمت على شي اغاني فيهم كوبي رايت ولكن اول لايك في صافي في ملي في مي بالاغنيه شي فلوغ ديالي باش كنت في طوكيا دونك ذات وات اي ثينك اللي فيهم كوبي رايت حاول تفكر الاغنيه اللي جاني عليها كوبي رايت ديال ادزي عرفت الاغنيه كيكون لابسه الزرق لوكا صافي ندي واش هذا نطيبوه as you can hear درت البصله مع توما and little bit of عسل lot of عسل صراحة انا فان العسل I'm going to add هذيك البصله اللي I cooked في you know هنا تيولي الخليط ديالنا بهذه الطريقة هذه it's caramelized اللي هنا غنحطوه هنا دابا شي كي دراما واو مكتحس براسك خارج من كي دراما غادي نحس براسك خارج من كي دراما By the way, it looks so delicious. It looks very fancy. It looks very, very delicious. And yes, تريحة زوينة. هذه لكم زعما تيست تيست اوكي نتخيلوا فيو كاملين بينا اننا كناكلوا في a very, very expensive Japanese restaurant. خبرك I'm water, my mouth is watering. I'm drooling over this. عطيكم رأي صالح. غنحل Japanese restaurant. تدم شي كل ما كي دراما باش ندخل في الجو اند يس وي ار باك للكوزينه هذا هو كنا دم ميد نايت كوزينه فهمت هاد الوحده يو نو وات از ذس بقينا عاقلين في لي دراس العام او بس بريبيرين سامثينغ كنا سنا الحامض الاوضه وكنا كنعصرو فيه ذس از هذا هو الشيء اللي كنا كنقصدو على شو يو عبارة على بحال مستخلص ديال الحامض و كونسونتخي This is what you can say. This is basically حامض و مكدرش بيحسش very حامض بزيحسش basically غير حامض ما فيهش الماء ما فيهش كاع الماء حامض و what else والسكر yes very بزاف السكر حق it's very refreshing قرعة الماء باردة and we do this Match made in heaven. Very refreshing. غتجيكم غريبة أنا راه في البرد كنبقى نشرب ما بارد everything عندي أنا في حياتي بارد